استعداد الدكتاتور أن يفرض نفسه صنما وإلها وطاغوتا، واستعداد الناس لتقبل هذه الظاهرة الطاغوتية. فعندما يكون الشعب شعبا ضعيفا، وعندما تكون درجة الوعي منخفضة أو معدومة، أو عندما يكون الشعب شعبا جبانا يخضع للطاغوت على الرغم من أنه يعلم جيدا بأن هذا صنم، واستعداد الدكتاتور أنه يتمظهر على شكل صنم وإله. الأصنام التي كانت يراها ليل نهار مفروضة عليه في الشوارع والطرقات، ومليارات، مو ملايين، مليارات الصور عبر 35 عاما أرادوا أن يفرضوا شخصا إلها عليه. كان النظام السابق يعمل على أن يجب أن يكون يعني عبادة لشخص صدام حسين، يعني حتى لو ليس من إيمان، ولكن فعليا هو كان يعتبر أن كل مواطن عراقي عبيد عنده وليس لديهم أي حرية ولا أي حقوق. الصنم أنه اختصر كل حياة العراقيين، حياة 25 مليون وعمر بكاملة بجثة هامدة لم نرى فيها الحياة. اختصر آمال الناس ومشاعرهم بصنم لا يضر ولا ينفع، بل العكس، قد أضر حتى بنفسه وأسرته ودمر البلاد وحطم العباد. استعد أكبر نقاش من أبسط إنسان، نوبات أكبر شلع قلب. ترى ذول اللي أطلع لهم أروح أشوفهم مرات يتصرفون تصرفات، البعض منهم تصرف غير مؤدب، يعني إنسان لو مو إنسان سنه مسؤول يشيل يده ويضربه من كثر تصرفه غير المؤدب، مع ذلك تحمله. أريد أتحدث للعقل العربي الذي كان مغشوشا بصدام حسين، وكان يتصور أنه هو كان لمدة 8 سنوات في الحرب العراقية الإيرانية حامي البوابة الشرقية للأمة العربية، وبعد ذلك أنه هو الذي وقف بوجه الصليبية وبوجه الكفر وبوجه هذه ما كل عنتريات التي ما قتل الذبابة. يطلع مثلا على الناس، يجي على مجلس من الناس او على اولاده يشتموا بدون شيء، وراء الكتاب دائما مع الريحه الحرق المخلوطه وريحه الغدد اللي تفرز بجسمه، يفضل يسبح مرتين على الاقل مره واحده على الاقل. وبشتان والمرأة اللي يسبح الزلمة اللي يسبح نظر واحدة، المرأة لازم تسبح نظر.
تبين بيها الطعجة أكثر المزيد. وحتى الإبن إذا ما يذكر أبوه بريحته طيبة تأخذ من حنانه تجاه أبوه شيء، ولازم كذا. وإذا ما عندك قدرة غسيل أسنانك بمعجون أسنان وفرشة أسنان إذا مو موجودة بيدك غسليها. وفي كل الأحوال مثل ما قلنا عندكم إمكانية هاي الزولية بوصلة ونفط أبيض. الشعب العراقي يرفض السلمية بدليل أنه ظل مصر أن يرفض صدام حسين. وأؤكد لك لو لم يرفض الشعب العراقي صدام حسين كصنم ما استطاع سلاح الحلفاء لوحده أن يقضي عليه. الذي حول صدام حسين من صنمية القوة إلى صنمية الكرتون وحوله إلى كرتون من نمر من كرتون هو إرادة الشعب العراقي. بعد ذلك بدفعة بسيطة سقط صدام حسين بزمن قياسي. ويصورون ان احنا خايفين من سين وصاد، ترى والله ما خاف لو طرق المسدس من كل دبابات الكون. مدير الامن العام يقول لي عودة خاف تروح على المدينة الفلانية، انا عاند الا اروح على المدينة الفلانية. يقولون الاعداء هناك موجودين وناصبين لك خطة يضربوك، انا اروح فصعب تضبطون. فخاف شغلة تصير واحدة من ذني وتجين على بالكم وشلون وما ادري شنو. هذه الوصية يعني أبالكم الشبه ما صدام دربناه ما قدر يعبر إلا مرة واحدة، ما عبالنا نقدر ندربه بعد. والشبيه يقولون الأمريكان ديش المرة ما عبرنا، يقولون هذا الشبيه ما صدام، بس هسا الشبيه ما يقدر يعبر ثلاث مرات، يقدر يعبر نوب واحد يجون. سقط الصنم الكبير وسقطت الأقزام في العراق، أقزام كانت منتشرة في كل بيت، في الشوارع، في المزارع، في بخيلة الناس. هذا الصنم وهذه الأقزام كلها سقطت من العراق. تخلصوا من شيطان، من دكتاتورية دموية رهيبة، كسبوا أرواح وثروات من خلال غياب هذا النظام. They are delighted to have been liberated from Saddam Hussein. In the polls that we see, the opinion polls, 98, sometimes 99% of the people are delighted to be out from under his tyranny. And that's the real achievement we have here. They يطلبون من رفيق صدام حسين ما يروح لمناطق معينة لازم يروح. هو شجاعة رفيق صدام حسين محسومة مثل كل الصفات الأخرى. ففي هذه المرحلة الدقيقة لا يجوز لرفيق صدام حسين، وإذا من الممكن أن المؤتمر يصدر توصية أو قرار يطلب من الرفيق صدام حسين الالتزام والحفاظ على حياة لأنها هي حياة الحزب. وأنا مع ثقتي بكل الرفاق أعضاء القيادة وأعضاء المؤتمر، فأعتقد أن حياة الرفيق صدام حسين وقيادة الرفيق صدام حسين مطلوبة لسنوات طويلة جدا. شكرا. احنا من الفترة الأخيرة قدرنا نضغط يعني بجهود من القيادة والرفاق الكريمين عليه، قدرنا نضغط عليه إلى الحد اللي يعني حدينا شوية من حركته، بس رد بالفترة الأخيرة أيضا تجاوز علينا. بس ترى صدام حسين ما يتحول الديكور وما يصير ما يسوى في السير ولا يفيدكم شيء. الله على الحق.